نعمل الوصفة التراثية. وصفة النهاردة اسمها الأسفناخية أو سبانخ باللحمة. مقاديرها عندنا ربع كيلو لحمة مكعبات تكون مسلوقة زي ما احنا شايفين كده، وبنحتفظ بالمرقة بتاعتها. عندنا نص كوب رز، 2 كوب سبانخ مفروم، 2 فص مستكة مطحونة أو ممكن نحطها زي ما هي كده فص. عندنا ربع معلقة صغيرة قرفة ومرقة سلق اللحم حسب الحاجة. نحط شوية زيت، وهبتدي أشوح اللحمة. ومعاها السبانخ. السبانخ هحطها شوية شوية، مش عايزاها تنزل ميتها. والطريقة دي الحقيقة بتخلي الطبق ده يجهز بسرعة، لأن اللحمة خلاص مستوية، وتشويح السبانخ كمان بيخليه تقريبا يستوي، فمش هتاخد معانا وقت خالص. وانا لسه بشوحهم هحط معاهم المستكة وشوية قرفة. اوكي، وهحط الرز. الرز الميزه بتاعته ان هو هيتشرب اي ميه زياده هتنزل من السبانخ، او لو حطينا مرقه كتير شويه. فانا هقلبه بس تقليبه برضو تشويحه كده معاهم، وبعدين هحط المرقه، ومش هكتر مرقه، احط شويه شويه اشوف انا محتاجه قد ايه. اوكي كده كفايه خالص، كل اللي احنا عايزينه ان هما يغلوا مع بعض والرز يستوي. وزي ما احنا شايفين السبانخ دي برضو سبانخ خضراء، مش سبانخ بالصلصه زي اللي احنا متعودين نعملها. استعمال الصلصه جاء في حوالي اواخر 100 سنه كده، بس مش من قبل كده. حاجة بسيطة بس الرز يكمل سوا. وزي ما احنا شايفين التشويح بيخلي السبانخ يحتفظ بالكلوروفيل اللي فيه، فلون السبانخ بيفضل أخضر زرعي، مش بيقلب بني مع الطبخ. اوكي كده الرز خلاص تقريبا استوى، وزي ما قلنا اللحمه مستويه جاهزه لانها مسلوقه قبل كده، والمرقه اللي حطيناها هي المرقه اللي سلقنا فيها اللحمه، والسبانخ كمان التشويح بيخليه يستوي نص سوا، ويدوب بيكمل سواه بس في المرقه. كده الطبق بتاعنا جاهز. هناخد الاسفناخيه أو السبانخ باللحمة.
ونغرفها في طبق التقديم. وزي ما احنا شايفين لون السبانخ محتفظ بالخضار بتاعه.